من اللقاحات اللي جينا عن طريق آلية كوفاكس، وهي تقارب 20% من الكثافة السكانية الجزائرية، حوالي نرتقب بين 12 مليون و 16 مليون جرعة. 16 مليون جرعة كحد أقصى، يعني يمكن نكونوا نتقربوا من 12 مليون جرعة، وهذا والتسليم يكون خلال طوال سنة 2021. كما هناك مبادرة من طرف الاتحاد الإفريقي لتسليمنا كمية تقارب 15% من الكثافة السكانية في الجزائر، وهي كذلك سوف تسلم لنا خلال السنة الجارية إلى حد نهاية السنة 2021. كما هناك اتفاقيات ثنائية مع المخابر المصنعة والمطورة للقاحات، منها إخفام اللي صنع أسترازينيكا واللي رايحين نديروا معاه عقد، كما هناك أيضا هبة من الصين فيما يخص لقاح سينوفارم اللي راح يدخلنا في نهاية شهر فبراير، وهناك دفعة إضافية من اللقاح الروسي اللي راح يدخل كذلك من آخر فبراير إن شاء الله.